السلام عليكم شباب بنات مصر وطن عربي، معكم محمود السرنكاوي. النهارده في حلقتنا حاطط عليكم مجموعه تمارين لحل مشكله ديسك الظهر او الانشراك الخطروطي. قبل اي حاجه عشان احنا بتاعتون دايما ما تنسوش انكم تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا كره الخير لكم كل فيديوهاتي الجديده كلها بين الفيديو. طبعا كلنا عارفين ان اكتريه الناس بنسبه 80% او 90% بيعانوا من مشكله ديسك الظهر او الانسلاق الخطروفي، والمشكله دي بتحصل بسبب عادات كتيره جدا خالص انتم بتعملوها في يومكم او في حياتكم، وكمان طبعا في بعض الاسباب التانية اللي بتؤدي الى حدوث المشكله دي. فلو انتم عايزين تعرفوا ايه هي العادات او ايه هي الاسباب دي، افتح الديسكربشن او الوصف تحت الفيديو هتلاقوني كاتب وشارح كل حاجه بالتفصيل الممل. وانا برضو ممكن اقول لكم ايه هم الحاجات دول، بس علشان الفيديو ما يبقاش طويل وانتم تزهقوا مني فانا حبيت اني اسهل الموضوع وابسط لكم الموضوع علشان يعني الفيديو ما يبقاش طويل بيبقى قصير. تمام، حلو قوي. دلوقتي بقى كل التمارين اللي انا هعرضها عليكم باذن الله ان شاء الله في فيديو النهارده هتغنيكم عن انكم تروحوا عند الطبيب الخاص بمنطقه الظهر او طبيب العظام يعني. تمام، دلوقتي بقى اهم حاجه تشوفوا انا بعمل الحركه ازاي وتعملوها زي ما انا بعمل بالحرف الواحد او تنفسوها بالصبت بنفس الشكل، وكمان تنفسوا كلامي بالحرف الواحد اللي انا هكتبه في الديسكريبشن او الوصف تحت الفيديو. حلو قوي. دلوقتي بقى التمرين الاول اللي انا هعرضه عليكم محتاج تركيز وهدوء اعصاب وتحكم في الحركه على قد ما تقدروا خالص، وهنعمل التمرين ده مع بعض 4 مجموعات في 10 عدات. يلا بينا. وبعد ما عملنا مع بعض التمرين الاول دلوقتي هنعمل مع بعض التمرين الثاني. التمرين الثاني مختلف تماما عن التمرين الاول في الحركه نفسها، ولكن الاستهداف واحد والفائده واحده، وبرده التمرين ده محتاج تركيز وهدوء اعصاب وتحكم في الحركه نفسها، وهنعمل التمرين ده مع بعض 4 مجموعات في 10 عدات. يلا بينا.
وبعد ما عملنا مع بعض التمرين الاول والثاني دلوقتي هنعمل مع بعض التمرين الثالث. التمرين الثالث قريب شويه من التمرين الثاني ولكن هيكون فيه اختلاف بسيط في الحركه نفسها، ولكن الاستهداف واحد والفايده واحده، يعني هيستهدفوا او هيكون الفايده تبع نفس المنطقه تمام. وهنعمل التمرين ده مع بعض مجموعتين في 5 عدات. يلا بينا. واخيرا هعرض عليكم التمرين الرابع والاخير. التمرين الرابع مختلف تماما عن اول 3 تمارين احنا عملناهم مع بعض، فعشان كده انا عايزكم تركزوا في الكلام اللي انا هقوله تمام. الرجل اليمين هنشدها على التمنيتر لحد منطقه الصدر، وهنبدأ ثابتين وهنعد من 1 لـ10 بالراحه تمام. بعد ما نخلص منطقه الرجل اليمين هندخل على منطقه الرجل الشمال، هنشدها برده هنتنيها زي ما انتم هتشوفوا بعد كده، وهتثبتوها على منطقه الصدر وهتعدوا من 1 لـ10. يبقى احنا كده عملنا كام؟ مجموعه واحده، والتمرين ده هنعمله مع بعض 3 مجموعات في 10 عدات. يلا بينا. وبكده ما احنا خلصنا حلقتنا زي ما احنا بتاعتون دايما. اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار يرد عليه بكومنت تحت، وان شاء الله هكتب عليكم بقى وقت، او تقدروا تتواصلوا معايا على الفيسبوك او انستجرام، وان شاء الله مش هتاخر عليكم. ما تنسوش انكم تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا كرات توصلكم كل الفيديوهات الجديده، كمان برضو بنفس الوقت ما تنسوش انكم تتفرجوا على كل الفيديوهات اللي فاتت عشان تستفيدوا منها. السلام عليكم.